طب لطيفة، انظر هذه اللطيفة، نسمع. أورد الحافظ ابن حجر فقال: سئل إمام الحرمين حين جلس موضع أبيه لما كان السفر قطعة من العذاب، فأجاب على الفور: لأن فيه فراق الأحباب. نعم، انظر من الذي أجاب، من الذي جلس مكان أبيه، من الأب؟ الأب من هو؟ الابن إمام الحرمين. أما الأب فهو الجويني. الجويني اثنان: واحد أبو محمد، وهو من؟ أبو محمد من هو؟ الأب. وأبو المعالي هو الابن. فإذا عندنا اثنان، عندنا اثنان: الأب والابن، وكلاهما الجويني، ولكن المشتهر بإمام الحرمين هو الابن، وجلس مجلس أبيه في الفتوى. جلس مجلس أبيه بإيش؟ في الفتوى. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، أن الأب يرى ابنه عالما. لن يجد سعادة أعظم من هذه السعادة، أن يرى العالم ابنه عالما. ولذا قالوا: أزهد الناس بالعالم أهل بيته وجيرانه. ومع ذلك فكثير من العلماء أولادهم إما من طلبة العلم وإما من أهل العلم. طيب، إمام الجويني صاحب أي كتاب؟ صاحب أي كتاب؟ هذا مش كتاب الورقات، هذا كتيب صغير هيك. يم هذا الإمام مش لاقي إلا تقول لي الورقات، ورقات هالقد، مش كتاب، هذا كتيب. صاحب كتاب نهاية المطلب للفقه الشافعية في 21 مجلد. علماء. نعم، فإذا تنبهوا إلى هذا العالم.